حلقة جديدة وأخيرة من برنامج اسأل طبيب. أهلا وسهلا بكم. أنماط الحياة الخاطئة والجلوس بطريقة غير صحيحة وفي وضعية غير سليمة وزيادة الوزن والتدخين وارتداء الأحذية ذات الكعب العالي وممارسة الرياضات العنيفة كلها لها ارتباط مباشر بآلام الظهر. تختلف أنواع آلام العمود الفقري وأسبابها، وبالتالي تختلف طرق علاجها. ويستطيع الطبيب من خلال إجراء مجموعة من الفحوصات المخبرية والسريرية تشخيص المرض والتعرف على كل ما هو متعلق بمنشأ آلام العمود الفقري. أرحب بضيفي في هذه الحلقة الدكتور وليد الجائفي، استشاري الجراحة المجهرية ومناظير العمود الفقري. أرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ونستقبل اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لطرحها على الدكتور وليد. دكتور وليد، مرحبا بك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام، وسهلا. شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور، ما هو أكثر سبب يؤدي إلى خلل في سلامة العمود الفقري؟ السؤال اللي طرحتيه يعني سؤال كبير، يعني مش وتكلمنا على أسباب مشاكل العمود الفقري، أفضل أن نحن نتكلم عليها بنقاط محددة. مثلا العمود طيب. الفقري عبارة طيب. عظم في أكراد، في مفاصل، في أعصاب. لو تكلمنا على مشكلة عامة فمش حتكون دقيقة الإجابة. طيب، إذا بدأنا بالمرض الأكثر شيوعا وهو الانزلاق الغضروفي، ما يسمى بالديسك، وهو الشيء الشائع. نتفق على هذا العنوان أولا، نبدأ فيه بالضبط ان شاء الله. طب دكتور، ما هي الاسباب اذا؟ الاسباب اللي هي بالنسبه للانزلاق الديسك او احنا نسميه باللغه العربيه القرص، اسباب كثيره، بس حقيقه الدراسات الاخيره اللي ظهرت في العشر السنوات الاخيره كانت مفاجاه بالنسبه لنا. كنا نتخيل من قبل انه هو اي واحد يكون عنده ديسك انه ضروري يكون شال اشياء ثقيله مثلا او اشتغل كثير، طبعا هذه بتساعد، بس السبب الرئيسي حقيقة في هذه الحال يعني تخلي ناس هم يصير عندهم ديسك وناس آخرين ما يصير عندهم ديسك رغم أنهم تعرضوا لنفس الضغط الفيزيائي، هو الوراثة. يعني في عامل وراثي قوي هو بيحدد الأشخاص اللي بيكون عندهم عرضة أنهم يصيروا عندهم انزلاق في الديسك، ويعني يميزهم عن الناس الاخرين اللي ممكن يعملوا نفس الشغل، يسووا نفس الاجهاد بس ما يصير عندهم ديسك. اذا العامل الاول هو العامل الوراثي. الى حد الان نسب كبيره يعني بشكل تقريبا اكثر من ثلثين الحالات سبب غير معروف لحد الان، بالاضافه الى العامل الوراثي زي ما تكلمنا. ممكن نقول نسبه بسيطه جدا ممكن تكون هي طبيعه الحياه وشغل الانسان، هذه ممكن تلعب دور. الفترة الأخيرة كمان في دراسة ظهرت إن هي عوامل اللي بتكون هي عوامل خطورة لتصلب الشرايين مثل زيادة الوزن، التدخين، الضغط، السكري، هذه كلها على دراسة أكثر من 12 ألف تقريبا مريض أجريت، فكانت النتيجة أنه هو الناس اللي عندهم هذه المشاكل اللي يكون عندهم تصلب شرايين أيضا ممكن يصير عندهم ديسكات. يعني هذه بشكل عام ليش الناس بيصير بعضهم بيصير عندهم ديسك وبعضهم ما بيصير عندهم ديسك. طيب دكتور، اذا بعد اذنك، يعني اذا تحدثنا عن ابرز اعراض، لانه احيانا تختلط لدينا امراض العمود الفقري لانه تشخيصها صعب واحنا معرفتنا فيها خفيفه وقليله، يعني فكيف ممكن احنا نعرف انه هذه الاعراض هي ابرز الاعراض اللي تخلينا نشك ان احنا عندنا انزلاق غضروفي؟ هو الاعراض بتكون يا اما بتكون ناتجه من التليف او نسميها الاهتراء الموجود داخل الديسك، بيكون وجع ظهر، يعني الانسان بيحس بالم ظهر. الالام الظهر هذه بتكون غالبا عندما يجلس فتره طويله، لانه اثناء الجلوس بيكون الضغط اكثر شيء على الديسك. او مثلا بيكون الام لما يصحى من الصبح، يعني اول ما يصحى في الصبح بيحس بالم اسفل الظهر، بس يمشي شويه الالم يبدا يخف، لانه لما بينام الانسان بتتجمع السوائل داخل الديسك وبيزيد الضغط على الديسك، بيحس الانسان بالالم، بس اول ما بيبدا يمشي ويتحرك الضغط او السوائل تخرج من الديسك والضغط بيقل داخله وبيخف الالم.
السبب الثاني للآلام اللي بتكون من الديسك لما يحصل اللي يتجاوز مرحلة الاهتراء انه يحصل فيه تمزق للألياف، لأنه الديسك بطبيعته بيتكون، هو عبارة عن وسادة موجودة فيها ألياف محيطية. هذه الألياف بتحيط بمادة هلامية هي النواة. أول ما تبدأ أمراض الديسك بيبدأ في الألياف، تبدأ الألياف يحصل فيها اهتراء وتمزق. بعدها إذا كان في ضغط بيضغط على المادة الهلامية كافي، زي ما تفضلتي حضرتك، يعني الإنسان في البداية، الإنسان اللي هو عنده، هو يعني زي ما اتفقنا في البداية، إنه عنده عرضة مثلاً يصير عنده ديسك سبب وراثي، أو في زي ما قلنا كمان عنده عوامل خطورة أخرى، فممكن بعد الاهتراء وتمزق هذه الألياف وضغط على المادة الهلامية، تطلع المادة الهلامية من مكانها، بتضغط بعدين على التراكيب العصبية الموجودة خلف القرص. والآن يبدأ المريض ينتقل من مرحلة آلام ظهر إلى آلام تنزل على الرجل، يعني بتنتشر على الرجل، لأن زي ما نعرف الأعصاب اللي بتنزل على الأرجل بتحرك العضلات والإحساس كلها بتنزل من العمود الفقري. نعم، فلو حصل على واحد من هذه الأعصاب بسبب هذه المادة الهلامية الموجودة طلعت من مكانها وضغطت على العصب، المريض يبدأ يشكو ويقول أنا عندي آلام في الرجل، والآلام في الرجل بتختلف حسب منطقة الألم، يعني حسب منطقة العصب المضغوط، يعني في أعصاب مثلا بس توصل للفخذ، في أعصاب لا بتنزل للساق، في أعصاب توصل للقدم. المريض بيقول أنا عندي ألم في هذه المنطقة، فإحنا بنعرف تقريبا من الشكوى المريض بيجي يشكي إنه في عنده ألم في الرجل، أو مثلا وخز وتنميل في الرجل، أو مثلا يقول والله أنا رجلي ما أقدر أرفعها، العضلات ضعفت فيها، فهذه بنعرف إنه في واحدة من الأعصاب مضغوطة في القناة الشوكية. وتقريبا في مصطلح اللي هو عرق النساء مشهور عند الناس، معظمهم يقول لنا عندي عرق نساء، وطبعا عرق النساء من جاءت التسميه، ما له علاقه بالنساء، يعني هو من النسيان، يعني الالم شديد ينسي المريض، يخليه ينسى ما دونه، يعني عشان كذا هذه التسميه. ما هو جرت العادة إنه كل شيء مش تمام يقولوا على النساء. طيب دكتور، حنرجع لعرق النساء، بس خليني يعني إذا تحدثنا عن موضوع الديسك أو الانزلاق الغضروفي، هل من يعني أعراض أخرى غير إنه الخدر اللي ممكن يصاحبه ألم في الظهر، هل من علامة مميزة أكثر؟ لا، هو حقيقة ما هو ليش هو صعب أصلاً تاكل العنف، لان الامها مش مميزه حقيقه، هو بيكون في الام في الظهر، والام الظهر هذه ممكن تكون جايه من الديسك، ممكن تجي من اماكن اخرى. يعني اكثر حاجه بتكون مميزه للديسك انه هو الالم بينزل على الرجل، لانه يعني في ضغط على العصب. الألم والاشياء اللي أيضا يشمل الخدر أيضا؟ الم ممكن يكون الم فقط بدون خدر، يعني ممكن اذا مثلا بدات الاعصاب الحسيه تنضغط بيبدا يحس بالخدر وتنميل، وإذا وصلت الضغط أكثر بتأثر الأعصاب تبع الحركة، يبدأ يحس بضعف في الحركة. لكن لو جيت مرة ثانية، رجعت لسؤالك، علامة مميزة للديسك أنا حسب خبرتي، يعني شفتها حقيقة، هي الناس اللي بيكون عندهم آلام في الظهر بيزيد بالجلوس، لما بيكون جالس بيزيد الآلام، لما بيوقف بيخف الآلام، أو الآلام اللي بتكون في الصبح أكثر شيء، يعني أول ما يبدأ يمشي بيبدأ الألم يخف. هذه هذا اعتبرها انا ممكن تكون علامة. شيء باتجاه انه والله هذا المريض ممكن يكون عنده مشاكل في تمام. الديسك. طب دكتور، يعني خليني بما ان في هذا النقطة، الآن الوقوف الطويل وخاصة ربات البيوت، الوقوف الطويل مثلا في المطبخ يعني وبيسبب آلام، يعني هل هذه نتيجة انضغاط الفقرات ولا لها مسببات أخرى؟ هو الوقوف الطويل بشكل صحيح نادرا بآلام في الظهر، نادر، ها لكن الوقت الطويل لانه غالبا تعرف المطابخ، معظم المطابخ بتكون شويه مكان العمل منخفض شويه، لما بتضطر المراه داخل المطبخ او انها لما بتشتغل بتكون منحنيه للامام شويه، يعني ما بتكون مستقيمه تماما، نعم. والعمود الفقري في هذه الحاله بيكون عند ضغط واجهاد كبير، هذا الاجهاد على العمود الفقري، لانه دائما المراه ما بتشتغل بتكون منحنيه للامام شويه، مع مرور الوقت بيسبب اللي هو بداية تنكسات في المفاصل، نعم. مفاصل العمود الفقري، أو وأيضا في الديسكات اللي هي نسميها الأقراص. فهذه هي السبب، إنه سبب الألم، يعني بيكون السبب إنه فترة طويلة بوقوف خاطئ سبب في النهاية إنه إجهاد على العمود الفقري وتآكل واهتراء في الأنسجة تبعه هو سبب الألم. طيب إذا يعني هو فعلا يحتاج إنه النساء إنه يعيدوا تصميم المطبخ بالطريقة اللي تناسب الطول، يعني كل بالضبط، واحدة هذه حسب طولها يعني.
انا عارفه انه احيانا بيكون يعني النصيحه مش ممكنه، بس يعني احنا نكتبها وننصح النساء. على الاقل انها تحاول توقف يعني تشتغل وهي مستقيمه، ما تشتغل وهي منحنيه للامام، فهذا ممكن يعني يساعد. طيب دكتور، اذا نزلنا شويه وهو مرض ايضا شائع وهو الفقرات العصعصيه، هل المسببات نفسها ام لها مسببات اخرى نتيجه انه مكان بعيد عن مثلا الكدمات وبعيد عن هذه التفاصيل، فما هي الاسباب دكتور؟ طبعا الالام اذا مثلا في الام في منطقه الهيكل العصعصي فهو يا يعني انه يكون سبب في مثل في هل مثلا حصلت اصابه، فهو غالبا سبب الاصابه، او مثلا كان في مرات بتكون مثلا التهابات فيها في الانسجه الموجوده، او مثلا بتكون لا سمح الله اورام، هذه هي الاسباب نادره حقيقه. لكن الاسباب الشائعه لهذه الالام، المريض يقول انا ما حصل عندي اي اصابه ولا حصلت عندي اي مشكله بس بحس الم في هذه المنطقه، غالبا بيكون مشاكل في الاقراص اللي هي الديسكات الموجوده في الفقرات الاخيره بين الرابعه والخامسه والخامسه والعجزيه الاولى. هذه المشاكل لما بكون بدايه قرص او نتوء في القرص وبيبدا يضغط على التراكيب العصبيه اللي هي الام الجافيه والاشياء هذه الموجوده في داخل القناه الشوكيه، المريض ممكن يحس بالالام في العصعص بدون ما يكون في يعني اصابه ولا شيء. فهو غالبا بتكون الالام نسميها الام راجعه او منتشره تكون واصله، لانه نعرف احنا الدماغ يستطيع يحدد مكان الالم اذا كانت المشكله في الجلد بيحددها دقيقه جدا، لكن الالام اللي موجوده في الاحشاء هذه الدماغ غالبا يعني بيعكس الالام على مناطق اخرى، زي ما نعرف مثلا في امراض القلب والاشياء هذه المشاكل المريض بيحس بالالام في الذراع وهو المشكله في القلب، مثلا المراره مرات بتكون الالام موجوده في الكتف، نفس الشيء في العمود الفقري، مش شرط انه والله المشكله يعني الالم هنا فمعناها المشكله في هذه المنطقه، في اشياء تسميها الام راجع ممكن تكون الام العصعص جايه اصلا هي من مشكله الديسك بين الفقرات القطنيه الرابعه والخامسه او الخامسه والعجزيه الاولى غالبا. دكتور أنت ذكرت الآن معلومة يعني كويس إنه أطرح عليك في هذا الفقرة بالذات، خدر اليدين شيء مخيف للناس لأنه مرتبط لهم دائما بأنه أمراض قلبية، إنه في نوبة قلبية قادمة، بينما ما بيحصل شيء مثلا، هل هذه نتيجة أيضا إنه أمراض مشاكل العمود الفقري ولا يعني كيف تشوف؟ طبعا احنا بنعرف انه العمود الفقري عباره عن عمود مكون من 7 فقرات عنقيه موجوده في العنق، 12 فقره صدريه، 5 فقرات قطنيه، والفقرات العجزيه والعصب من تحت الجمجمه للحوض، هذا العمود الفقري. لو كانت مشاكل في الفقرات العنقيه نفسها تنطبق على المشاكل الموجوده في الفقرات القطنيه، لو كان في ديسك وطالع وضاغط على الاعصاب بيبدا المريض يحس بالم في الركبه في الكتف، الالم بينزل على الذراع، ممكن يوصل للاصابع بتنميل في الاصابع، وحسب العصب المضغوط يعني جذر العصب المضغوط بيكون يا اما التنميل في الاصبع الصغيره او الواسط او الابهام، هذه كلها لها علاقه وثيقه بالمشاكل العمود الفقري. لو في تنميل مثلا في الايدي يعني هو غالبا بيكون مشكله في العمود الفقري، ممكن يكون مثلا ضغط على عصب في الاطراف مثلا في المرفق او في الرسغ، لكن التنميل الموجود من مشاكل الجهاز العصبي والعمود الفقري مختلفه عن المشاكل تبع القلب، يعني انه هو المشاكل القلب تكون اعراضها مختلفه يعني لحد كبير بتكون سهل التفريق بينها. مرات يعني انا ما انكر اني شفت مرضى بيجي بيشكي بالم في اليد وكذا، وبنعمل بعدين في النهايه بنشوف الركبه ما فيها شيء، بنشوف بعدين بنعمل في التخطيط نشوف التخطيط ونشوف انه عنده بدايه مشاكل في الشرايين التاجيه انسداد واشياء هذه. هو التشخيص التفريقي في هذه النقطه مهم جدا. طيب دكتور هل تتفق معي بانه امراض الرقبه الان هي احد امراض العصر؟ مع كثرة استخدامات الأجهزة الإلكترونية؟ نعم بلا شك، يعني في دراسات بتبين كيف نسبة الانتشار بتزيد، يعني مثلا اللي هي الديسكات والأشياء هذه حصلت الآن في أكيد في 20-30 سنة الأخيرة بلا شك أكثر. هل مثلا لأنه الآن بنعمل تشخيص أدق وأكثر وبنستخدم الرنين أكثر وبنظهر يعني بيظهروا عندنا المرضى أكثر، أو أنه سبب لا بسبب العصر وأمراض العصر
الأجهزة الإلكترونية، فغالبا بيكون لها تأثير. يعني نعرف كيف كانت الرياضة من قبل وكيف كانت الآن، يعني كيف كانت من قبل الناس بيمشوا أكثر، الآن معظم الناس بالسيارات وأشياء. فأمراض العمود الفقري بلا شك يعني هي في زادت في العشر العشرين سنة الأخيرة. نعم. طب دكتور، نواصل الحديث عن هذا الموضوع لكثرته، لكن بعد أن أستقبل معك هذا اتصال إذا سمحت. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام. ألو. تفضلي اطرحي السؤال على الدكتور، اسمعك يا دكتور. ألو. تفضلي. ألو، اسمعك. أيوة يسمعك الدكتور. السلام عليكم. أنا عندي انزلاق بالعمود، وعملت أشعة وفحوصات وذهب عند دكتور كوبي بعدنني، تمام، وعطالي علاج وما استفدتش من العلاج، وضريب برجولي، وعندي كمان تحقق في الركبة، يعني الركبتين. وتنصحني بإيش؟ ألف سلامة يا واد إن شاء الله. بخصوص الآلام الموجودة عندك في الظهر، أو أيوة الآلام موجودة عندك أكثر في الظهر أو في الأرجل؟ طيب الدكتور بيسألك الآن، الآلام عندك في الأرجل أكثر ولا في الظهر؟ بالظهر يعني كثير، بالأرجل مش قادرة أمشي، يعني أتوقع ستة على عكاز أحيانا، احتكاك عندي في الركب. قالوا السلامة. الدكتور المادة اللي جاها يعني مختفية، وعمل جميع الأدوية ومرهم من هذا اللي على أساس الآلام، وما فيش فايدة، حتى الدواء اللي أعطاني إياه بدون إفادة. يعني خف شوية ومكاني قاعد. تمام، تفضلي بالاستماع معنا للدكتور. تفضلي دكتور. ألف سلامة إن شاء الله. طبعا المشاكل اللي هي المشي، صعوبة في المشي وجاية من الركبة، هي مختلفة يعني إلى حد ما عن الآلام اللي بتكون جاية من صعوبة المشي، جاية من العمود الفقري. إذا كانت الآلام اللي بتكون أسفل الظهر، والآلام بتنزل على الرجل، ممكن توصل الفخذ فقط أو مثلا توصل للساك، والمريض بيمشي فترة وبعدها يبدأ يحس إنه ما يقدر يواصل يمشي بعدها ويضطر إنه يجلس، فهذه غالبا بتكون بسبب تضيق في القناة الشوكية. مشاكل الديسك ما بتكون يعني لها علاقة مباشرة بالمشي، ممكن يزيد الألم صاحب المشي، بس هي ما بتضطر المريض يوقف المشي إلا إذا كان في تضيق في القناة الشوكية. أما بالنسبة للمشاكل الركبة فهي يعني موضوع آخر ليس موضوعنا في هذه الحلقة. فأنا هنا مثلا أنصح أنه إذا في صعوبة في المشي، في تنميل، والمريضة استخدمت علاج طبيعي، يعني تمارين لعضلات الظهر، أخذت المسكنات المعروفة والأدوية المعروفة وما حست بتحسن، فهي الخطوة الثانية تحتاج بتعمل يعني اللي هي الفحوصات الإضافية من الأشعة، بتعمل رنين، وبعدها الرنين بيحدد لنا هل هي مشكلة ديسك فقط، هل هي مشكلة تضيق في القناة الشوكية، وعلى ضوء المشكلة اللي حتظهر عندنا في الرنين احنا بنحدد العلاج حقيقة، هل المريض يحتاج تدخل جراحي أو لا. نعم، مشافاة إن شاء الله. الأخت المتصلة، وأستقبل معك هذا الاتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل الدكتور يسمعك. الله يعطيك العافية. أنا الصباح لما أصحب من الصبح عراكيب رجلي يدين كم دقائق هكذا وبعدين يروحن، هل لهن علاقة بالعمود الفقري؟ إذا تفضل يا دكتور. إذا الآلام موجودة في العراكيب أول ما تبدأ تدعس وتحس بالآلام وبعدين تمشي والآلام يخف من أسفل الرجل، هذه غالباً التهاب في اللفيفة تبع القدم. فهنا ينصح بالتمارين اللي هي شد لأخمص القدم، يعني بيوقف الإنسان بالأصابع على حافة الدرج بيشد الأخمص يعني 15 دقائق كل يوم. وفي طبعاً في هذه الوسائل أو تجي داخل الأحذية، حشوات اللي هي يعني زي السيليكون كذا ممكن تساعد. إذا مثلا ما تحسن بعد هذه الإجراءات ممكن يعمل علاج طبيعي، موجات صوتية من هذا النوع ممكن يخف الألم. إذا ما خف بعدين بنا آخر يعني مرحلة ممكن يحتاج حقنة في هذا المكان، بس ما لها علاقة بالآلام المشاكل عمود الفقري. نعم دكتور، أنتقل بك إلى أسئلة السوشيال ميديا. الأخ عبد الرحمن يقول عندي انحناء بالعمود الفقري، كيف أستطيع علاجه وما هي نصائحك يا دكتور؟
الانحناء العمود الفقري شائع، والعلاج حقيقة يعتمد على العمر وعلى نوع الانحناء. هل المريض أو صاحب السؤال العمر عنده أقل مثلا، هل في ما زال في طور النمو يعني قبل اكتمال النمو، أو أنه الآن خلاص اكتمل النمو عنده وصار عنده انحراف، فالعلاج يختلف تماما. إذا كان الانحراف سببه، هل سبب احنا نسميه غير معروف السبب اللي هو معروف ايديوباثيك، او انه لا في سبب مثلا عنده تشوه في العمود الفقري، او عنده مثلا مشاكل في الجهاز العصبي الحركي او العضلي، فالعلاج حقيقه بيختلف. ما اقدر انا اجيب اجابه عامه، لكن اذا مثلا كان العمر المريض اقل من يعني في 16 17 سنه وما زال في طور النمو، والانحراف الموجود عنده هو غير معروف السبب اللي بنسميه ايديوباثيك، في هذه الحالة حسب درجة الانحراف، إذا كان الانحراف أقل من 20 درجة أو من 20 إلى 40 أو من أكثر من 40، أقل من 20 بننصحهم بتمارين بيعملوها لشد عضلات الظهر، بين 20 و 40 درجة بننصح اللي هو المشدات اللي هي الدعامات عشان ما يزيد الانحناء، وفوق 40 درجة ممكن يعني متابعة دقيقة هل في زيادة قد يحتاج إلى تدخل جراحي. إذا كانت الانحراف بعد الموجود هو الان يعني اكثر من 16 17 سنه، يعني في العشرينات الثلاثينات، ايضا حسب درجه الانحراف، اذا كانت اقل من 20 درجه هنا انصح فقط انه يعمل تمارين شد عضلات الظهر باستمرار عشان ما يدخل في خشونه وتمزق واهتراء في تراكيب العمود الفقري بشكل مبكر. اذا كانت اكثر من يعني درجه كبيره وتسبب مثلا ضغط على التراكيب العصبيه، هنا قد تغير خطه العلاج يعني حسب المعطيات اللي كلمت عليها. نعم. طب دكتور استقبل معك هذا اتصال ايضا. الو الو تفضل. ايوه السلام عليكم. وعليك السلام. ألو. تفضل الدكتور يسمعك، اطرح السؤال. شكرا. ايوه عفوا يا دكتور، أنا عندي خشونة في الركاب، عرفت هذا قبل سنة ونستخدم علاج السوفليك، لكن الآن قبل شهر يعني صار ظهري بيوجعني، هل بقى علاقة بين خشونة الركبة والألم في سال الظهر؟ تقريبا يعني الفقرة الأخيرة في العمود والله أعلم، بنحس فيها ألم تيبس، ما عاد أقدر لا أتحرك لا يمين ولا شمال ولا إلا لو عملت اللصقة أو عملت مراهم مهدئة، فهل لها علاقة؟ طيب شكرا لك، تفضلي بالاستماع معنا لجواب الدكتور. تفضلي دكتور، مع أنه بس حابة أكد أنه كثير من الناس أصحاب الاحتكاك في الركبة بيشتكوا دائما من آلام في الظهر، هل هناك من علاقة؟ نفس سؤال الأخت على ما أعتقد. هو ما يعني ما في علاقه مباشره، بس ممكن يكون بسبب الخشونه الموجوده في الركبه، المريض ما بيمشي بشكل مستقيم، ما بيمشي بشكل صح، يعني بيحاول انه يحمل رجل اكثر من رجل اخرى، في بيكون في شويه انحراف العمود الفقري، في النهايه بيكون في خشونه ومشاكل في العمود الفقري، فالعلاقه هي موجوده لكن ليست علاقه مباشره، يعني انه بيأثر بسبب تأثر بالمشي، طريقه المشي. والالام اللي جايه عند الاخت السائله في اسفل الظهر هي غالبا بتكون مش مشكله في الظهر نفسه، يعني بالذات احنا ممكن لو تكلمنا بشكل عام الالام الظهر بتنقسم لالام محدده السبب والام غير محدده السبب. الالام غير محدده السبب هي بتكون 85% من الاسباب، وهي بتجلس يعني اسابيع، اسبوع، اسبوعين، ثلاثة اسابيع وبتختفي وبتتحسن حتى بدون تدخل، يعني مسكنات بسيطه والمشكله راحت. لكن المشكله اللي هي محدده السبب وهي بتكون بشكل 15% من الاسباب بشكل عام لالام الظهر، بتكون يا اما بتكون هي خشونه في المفاصل الوجهيه او مشاكل في الديسك زي ما تكلمنا، او مشاكل في الفقرات نفسها او في التراكيب العصبيه او في الاربطه والعضلات الموجوده. الالام اللي بتشتكي منها الاخت ممكن قد تكون عندها احتكاك في المفاصل، لان الظهر يعني فيها المفاصل الوجيهيه اللي موجوده في الجزء الخلفي للعمود الفقري، لانه لو شفنا الفقره مكونه من جسم موجوده في الامام تفصل بينها الديسكات والفقرات وقوس، القوس الخلفي هذا تبع الفقره يتمفصل مع باقي الفقرات في مفاصل نسميها المفاصل الوجيهيه، هي هذه المفاصل تركيبها يشبه تركيب مفصل الركبه، يعني الناس اللي عندهم خشونه في الركبه ممكن كمان يصير عندهم خشونه في المفاصل الوجيهيه هذه، صح انها مفاصل صغيره موجوده والغضروف اللي فيها اكيد اصغر بكثير من باقي المفاصل الموجوده في الجسم، لكن ممكن تكون الخشونه في هذه المفاصل
سبب لآلام الظهر، بالذات هذه الخشونة في هذه المفاصل بيكون الآلام الظهر بتزيد بالوقوف والمريض بيجلس بيخف الآلام، أو بتزيد لما المريض بينحني للخلف. هذه علامة مميزة أنه هذه المفاصل فيها خشونة. فنفس الشيء بنصح هنا يعني نعمل استقصاءات إضافية، مثلا تحتاج أشعة، تحتاج إلى رنين لو كانت الأشعة فيها أي متغيرة. طب دكتور أنتقل بك أيضا لسؤال وصلنا عبر الأسئلة السوشيال ميديا من الأخ محمد علي، يسأل متى يصبح تقوس ساقي الطفل الرضيع خطرا، وهل هناك طرق يمكن القيام بها للوقاية من تقوس ساقي الطفل الرضيع؟ هو طبعا أنا السبس مشاهدة تبع هي السباين يعني، بس أنه هو بالنسبة بشكل عام لتقوس الساقين عند الرضيع هي غالبا بتكون حاجة فيسيولوجيك، يعني حاجة لا زالت لها علاقة بالنمو، بتكون تجمع في الأنسجة الدهنية الموجودة في الساق. بعدها يعني الطبيعي المولود يولد ساقين متقوسة، المفروض انه اول ما يوصل سنتين بتبدا التقوس يخف، يعني بيوصل لست سنوات يبدا التقوس يتحول من تقوس للداخل الى تقوس للخارج بعد ست سنوات. لما يوصل المستوى الطبيعي اللي هو عند البالغين هذا بيكون الرجل المفروض ست درجات لخارج تكون متقوسه لخارج. الطفل الرضيع اذا كان التقوس تبعه يعني كبير جدا ضروري يعرض على الطبيب انه ممكن يكون شيء فيسيولوجي، او انه ممكن يكون علامه من علامات انه اذا بالذات اذا بدا يمشي وبيزيد التقوس ممكن يكون علامه من علامات نقص فيتامين د، ولا اللي نعرفها الكساح اللي بيجي بيصيب الاطفال اذا كانت في مشكله في التغذيه او اي او من الاسباب. قد يلحق يعني كل ما التدخل الطبي كان اسرع يلحقوا مثلا الحاله يعني. لكن هو التقوس اللي قبل المشي يعني الطفل بيكون قبل ما يبدا يمشي في الرضيع وهو موجود فهذا ما فيش منه خوف، يعني بالذات لو كانت ما في اي علامات تشوهات في القدم، ما في تشوهات في المفاصل الفخذين فهذه غالبا فيسيولوجيه بتختفي بعد ما يبدا الطفل يكبر. نعم. طب دكتور استقبل معك هذا الاتصال كمان. الو. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. الله يبارك. بس اشي اسال الدكتور. طبعا اكيد بيسمع كلام، تفضل. انا معي عن رقبه تشطيب ذره يعني طب الاخ المتصل حاول مره ثانيه ان شاء الله قبل نهايه البرنامج. الاتصال الاخر. الو. الو تفضل. الو تسمعني؟ ايوه ايوه تفضلي تفضلي. اهلا فيك، تفضلي اطرحي السؤال على الدكتور. يلا شكرا. شكرا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو الو دكتور تسمعني؟ ايوه اسمعك بوضوح، تفضلي. الو. ايوه يسمعك الدكتور، قال انه يسمعك، تفضلي حطي السؤال قولي. طيب دكتور انا معي تنميل باصابعي يعني بيداتي كلها مش انه الاصابع بس، واحيانا يطلع لي التنميل وجهي وراسي، فرحت عند دكتور وعملت الرنين، فالدكتور يقول انني معي الفقرات حق الرقبه، بس مش المشكله هنا، بس اني لما انام مجرد ما ابدا كده ادخل بالنوم، مش دائما يعني لو رهقت وتعبت كثير اول ما ادخل كده بالنوم يصحيني دقة قلبي مرة تكون قوية 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 لدرجة أنني أصحى من النوم جسمي كله منمل، ما أقدرش أتحرك خالص لمدة ثواني كده، شوية شوية يبدأ ضربة قلبي تهدأ يروح التنميل هذا، الحمد لله أحسن. فعاني من هذا الموضوع حوالي لسنوات كده، وفي دكتور قال أنني معي تضيق بشرايين الكف يعني أطرف يدي، ونصحني بعملية، ودكتور ثاني يقول لا ما تعمليش عملية لليد. ايش تنصحني يا دكتور وجزاك الله خير الجزاء؟ شفاي ان شاء الله معافية. ابقي معنا اسمعي الى نصيحة الدكتور، تفضلي يا دكتور. طبعا حقيقة الآلام اللي عندها هي ما
مركبة حقيقة، ما أعتقد أنها علاقة مباشرة بالركبة. الآلام الركبة بتكون مميزة، أنه هو المريض بيشكي من آلام، بعدين إذا في ديسك زي ما بتقولي تفضلتي، عندك فقرات، في الفقرات مشاكل، ممكن تضغط على واحد من الأعصاب وبتحسي بتنميل. التنميل هذا ميزته، اللي بيكون الركبة بيكون على واحد يعني منطقة مخصصة، ما بيكون في الأصابع كلها، إلا في حالة واحدة، لو كان في مثلا ضغط على النخاع الشوكي وحصل تأذي للنخاع الشوكي، فممكن المريض يبدأ يحس بتنميل على الأصابع كلها. في هذه الحالة ما لها علاقة بتضيق الشرايين، يعني هل أنه تضيق شرايين موجود أو لا، هذه مشكلة أخرى، يعني يحتاج لها استقصاءات أخرى وما لها علاقة بمشكلة العمود الفقري. هذا بالنسبة للتنميل الموجود، لكن زيادة ضربات القلب بس تنامي وبعدين تصحي وضربات القلب زيادة، هذه أيضا مش علامة نموذجية لمشاكل الركبة. قد تكون هناك مشاكل أخرى يعني موجودة، مرات يكون في مشكلة مثلا في المعدة، مثلا يكون في مشاكل زيادة فرط في إفراز الحمض، أو مثلا المنعكس أو انعكاس الحموضة بترجع، فالمريض بيصحى من النوم وفي عنده نفس المشكلة. فهنا أنصح بتتابعي طبيب اللي هو الباطنة، بيكون باطنية، بيشوف إيش الوضع. لكن زي ما كلمتك، إذا كان في الرنين مبين إنه في فقرات، وفقرات مثلا ضاغطة على مكان محدد، حتكون العلامات واضحة. هنا في العلاج بيختلف. إذا كان في الرنين مبين إنه هو في ضغط على النخاع الشوكي، والنخاع الشوكي بدأ لونه يتغير في الرنين، اللي إحنا بنسميه يعني اللي هو تأذي للنخاع الشوكي، بيكون واضح. في هذه الحالة ممكن تحتاجي تدخل جراحي ممكن، لكن إنه هو الآلام بشكل عام اللي عندك مش حقيقة مش خاصة بالعمود الفقري، فقرات العنق اللي هي زيادة ضربات القلب وتصحي من النوم وفي تعرق وأشياء هذه، فهذه غالبا ما لها علاقة بالعمود الفقري. طيب إذا أنت في هذه الجزئية تنصحها أنها تشوف دكتور باطنية. يشوف بالضبط، تشوف طبيب باطني، تشوف طبيب قلب، ليش بيصير عندها هذه ضربات القلب الزيادة. مشافة إن شاء الله، معافى الأخت المتصلة. 24 ساعة. طيب أستقبل معك هذا اتصال. ألو. ألو تسمعني؟ ايوه. طيب اهلا وسهلا فيك، وتفضل اطرح السؤال على الدكتور، الدكتور يسمعك. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو، يسمعك، يسمعك الدكتور، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. السؤال الملل. عيد السؤال، عيد السؤال وعلي صوتك شوية لأنه مش واضح. عيد السؤال. الاتصال مش واضح، ممكن تعيد الاتصال مرة ثانية لأخ المتصل. طيب أنتقل إلى سؤال آخر من أسئلة السوشيال. الأخ صبحي الغريب يقول: ما علاج التهاب عرق النسا أو النسا؟ أنا النطق قد يكون خاطئ. ما في مشكلة، الالتهاب اذا كان في الام منازله على الرجل، في معنا يعني الخطوه الاولى هي العلاج بالمسكنات البسيطه. المريض بياخذ مثلا تمارين خفيفه عضلات الظهر، اذا ما تحسن المريض بهذه الاجراءات البسيطه واستمر معه الالم، ممكن احنا بنروح على حاجه اسمها حقن الظهر. هذه حقن الظهر احنا بنحقن ماده الكورتيزون مع مخدر موضعي على حول الأم الجافية أو على حول جذر العصب. هذه الحقن ممكن تفيد في حالة إذا كان العرق ملتهب، اللي هو العصب، جذر العصب، وممكن تساعد في هذه الحالات. لكن إذا كانت التهاب لجذور الأعصاب اللي هي عرق النسا، هذا بيكون بسبب تضيق مثلا شديد في القناة الشوكية، أو مثلا بسبب انزلاق في القرص وضغط على جذر العصب، في هذه الحالة بعد فشل كل الإجراءات اللي هي العلاج التحفظية، ممكن قد يحتاج تدخل جراحي. في هذه الحالة طبعا احنا نعرف بالنسبة للتدخل الجراحي يعني تغير الآن مقارنة بما قبل سنوات ماضية. الآن يصبح في معنا اللي التدخل المحدود، احنا بنستخدم المجهر الجراحي، بتكون ممكن فتحة صغيرة في الظهر يعني يكون 3 سنتي، بيتمكن احنا نشيل الضغط على جذر العصب.
طبعا الان في الفتره الاخيره بدا يظهر المنظار ايضا، المنظار نفس الشيء، احنا بس في المجهر بنعمل 3 سنتي بنشوف بالمنظار، لا بال عفوا بالمجهر بنعمل 3 سنتي بنشوف بالمجهر، بالمنظار بنعمل فتحه 2 سنتي ما بنشوف مباشره، بنشوف عن طريق كاميرا، هذا الفرق بينهم. نعم دكتور. طب دكتور استقبل معك هذا الاتصال، الو. الو السلام عليكم. وعليك السلام، الدكتور يسمعك، تفضل اطرح السؤال. يا دكتور انا تعرضت لحادث واصبت في الفقره الاولى في العمود، وعملت عمليه 6 مسامير والان لي 25 يوم. بس الان في وجع في الظهر، يعني ايش الحل؟ سلامتك ألف سلامة، تفضل بالبقاء معنا، اسمع نصيحة الدكتور. ألو دكتور تسمعني؟ الحمد لله على السلامة. أولاً كسر يعني الآلام اللي بتصير في الظهر بعد التثبيت ما فيش منها إن شاء الله خوف، هي بتخف مع مرور الأيام، بتكون غالباً بسبب الجراحة، بسبب الجرح نفسه، بس بشرط انه الالام ما بتنزل على الارجل. اذا بدات الالام والله تنتشر بعد العمليه، شاف لاحظ المريض ان الالم بيروح من الرجل وبيبدا ينزل على الورك مثلا، على الفخذ، على الساك، لا معناها يحتاج نعمل له استقصاء اضافي، ممكن اشعه، بنعمل ممكن اشعه مقطعيه في هذه الحاله عشان نتاكد ان البراغي اللي حطوها انحطت يعني في العمود الفقري وضعها كويس، لانه غالبا الام الظهر بعد العمليه بتكون طبيعيه، إذا بالذات لما تكون عملية مفتوحة مش عملية تدخل محدود، فالجرح بيبدأ يلئم والألم تبدأ تخف، لكن إذا استمرت الآلام وما خفت نهائياً، والآن 20 يوم 21 يوم بعد العملية، وقد يحتاج أشعة، يحتاج ممكن كمان أشعة مقطعية أو رنين عشان نتأكد إنه ما في مشكلة هي سبب الآلام. طب دكتور في حالته ممكن يستخدم المهدئات إلى أن يتبين له إنه أسباب الآلام، صحيح؟ المسكن اللي بيستخدم ما له اي يعني تاثير، بالعكس لما بيستخدم المسكن الالم بيخف، ممكن العضلات ترخي والتزويد الدموي المنطقه بيتحسن. احنا نعرف الالام بعد العمليات مش كويسه، يعني ممكن تخلي الجرح ما يلم بشكل كويس بسبب التكلص الشرايين في هذه المنطقه اذا كان في الم. نعم. طيب معنا الاتصال، الو. ايوه مرحبا. اهلين اهلا، تفضل اطرح السؤال. الدكتور معي؟ ايوه الدكتور يسمعك، تفضل. انا عندي الم بالرقبه. الم شديد وزر بشكل غير طبيعي. لما من عند الرقبه لما عند الراس. وبعدين من العين اليسرى ترف، تجلس دائما ترف عليها. وتنمال بايدي اليسرى والرجل، واحس مثل النمل يمشي بجسمي مثل النمل، واحيانا دقه قلب. وعملت، قالوا عمل اشعه رنين مغناطيسي للراس، عملته قالوا طبيعي، قالوا عمل رنين مغناطيسي للرقبه. و طيب في شيء كمان؟ وعملت الرنين المغناطيسي للرقبة. اها. قالوا انه في تشطين في الرقبة، عملوا قرروا مقطعية للرقبة. نعم. بس انا اشعر يعني احس شعور غير الشعور، يعني كله تنميل، حتى احس ايدي رجولي تنتين وايدي مثل النمل يمشين. ورجلي اليسرى تسفين. وراسي احسه يتنفخ. نشر الرنين، ايش قالوا في الرنين؟ ايش كان عنده في الرنين في الركبه؟ نتيجه الرنين الركبه طلع طبيعي ولا ايش طلع؟ حق الدماغ، حق لا حق الرقبه طلع طبيعي، اما حق الرقبه عاد احنا سويناه امس. امس ها لسه ما طلعت النتيجه يعني؟ حق الراس قالوا انه على اساس انه قالوا انه يعني بدايه جلطه طلعت، ما فيش يعني جلطه، ما فيش اي طيب شيء. حتى الرقبه؟ الدماغ. والرقبه، حق الرقبه الرنين ما طلعتش النتيجه صح؟ عادها. عادة ما طلعت النتيجه. طيب اذا تفضل بالبقاء، اسمع النتيجه نصيحه الدكتور. تفضل يا دكتور. هو طبعا في هذه الحاله
فحص الرنين مهم جدا للركبه عشان يتاكد انه ما في تاذي في النخاع الشوكي. اذا كانت نتيجه الرنين كويسه للركبه وما في مشاكل في الركبه، قد يكون عنده مشاكل في الاعصاب، في حاجه عندنا نسميها اعتلال الاعصاب الطرفيه متعدد، يعني بيكون حاجه اسمها بولينيوروباثي اللي هي اعتلال الاعصاب، ممكن يكون بسبب سكري، ممكن يكون بسبب اسباب اخرى، لكن هو اعتلال الاعصاب الطرفيه ما لها علاقه بالعمود الفقري، لكن لها علاقه مباشره ان الاعصاب نفسها في الاطراف لها فيها مشكلة، وهي المريض بيحس بتنميل في الأطراف، بيحس في الأيدي في الأرجل، وهو يتأكد من هذه الناحية. طيب دكتور، بس لفتني كلامه عن ازدياد ضربات القلب، يعني وهذه ثاني شكوى، يعني إذا ممكن يعني بصراحة يعني ما أعرف أنا علاقة مباشرة، يعني ممكن قد تكون أنه هو الديسك مثلاً في الركبة بيسبب آلام، الآلام هذه بتسبب يعني شد نفسي، بتسبب أكيد بيزيد ضربات القلب، لكن علاقة مباشرة حقيقة ما في يعني. طيب، لكن قد تكون الآلام نفسها هي سبب. طبعاً إحنا نعرف كمان في أمراض اللي هي اعتلال العصبية الليفي اللي هي الفايبرومالجيا، هذه نفس الشيء، يعني بيكون في آلام في الظهر موجودة، آلام في الأطراف، آلام في المريض عنده مشاكل في النوم، عنده بيبدأ يدخل في مرحلة يعني اكتئاب، هذه كلها ما يعني هي آلام احنا نسميها روماتيزم العضلات، قد تكون سبب يعني المشاكل هذه كلها في النهاية بتخلي المريض يدخل في حالة قلق وبتزيد ضربات القلب يعني، بس ما في علاقة مباشرة بين مشاكل داخل التراكيب والعمود الفقري وبيكون المريض بيحس بزيادة ضربات. هو حقيقة ما فيش حد مش معرض للقلق هذه الفترة وأحيانا الاكتئاب. طب دكتور، لفت نظري وأنا أعد لهذه الحلقة أنه هناك من مسببات آلام الظهر التوتر العصبي، فأنا استغربت، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح أكيد، أيوة، يعني ولا الآلام إيش هو؟ الآلام عبارة عن تجربة حسية بيشعر بها الإنسان في الدماغ، يعني الآلام الإنسان بيحس بها في الدماغ، يعني هي تجربة الدماغ هو نفسه اللي بيحس فيها. ففي طبعا في مستوى معين مثلا تحفيزات أو إشارات توصل من الأطراف من الظهر، هذه الدماغ وفي العمود الفقري نفسه الدماغ يعمل على تصفيتها، مش كل الإشارات اللي بتوصل الدماغ يحسها على أساس أنها ألم، لكن في حالة مثلا لما يكون إنسان في شد نفسي أو اكتئاب، هذا يعني أي إشارة بتوصل للدماغ فبيحسها على أساس أنها ألم، يعني الإحساس بالألم بيزيد، أو إحنا بنسميها العتبة، يعني اللي هي الثريشولد، في إشارات معينة لو تخطط هذه العتبة بتوصل على أساس أنها ألم، لو ما وصل يعني لو ما تخطط هذه العتبة خلاص الدماغ بيهملها وما في منها ضرر نهائيا. لكن في حالة الاكتئاب هذه العتبة بتكون يعني منخفضة تماما، فأي إشارة بتوصل، أي مثل ما يعني يكون جالس يحس مباشرة ألم في الظهر رغم أنها يعني مفروض أنها ما تسبب ألم، فالاكتئاب أكيد يعني دور مباشر في زيادة بالشعور والإحساس بالألم. طيب، من ضمن الأدوية اللي احنا بنجيبها للألم هي مضادات الاكتئاب، اللي هي مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة، هذه تكون كويسة يعني للمرضى اللي عندهم آلام. نعم نعم. طب دكتور، تبقى للأسف تبقى معنا فقط دقيقتين، هل تحب أنه توجه بعض النصائح في موضوع آلام الظهر بشكل عام أو كما تشاء؟ تفضل دكتور. حقيقة هو النصيحة اللي ننصح فيها أنفسنا والناس جميعا والجميع أنه هو الاستخدام الصح للظهر، يعني الوقوف الصح، الجلوس الصح في البيت، في المكتب، في العمل، يعني في اهم شيء انه هو ممارسه الرياضه كمان مهمه جدا عشان العضلات تكون قويه وما يكون في اجهاد مباشر على العمود الفقري. اذا مثلا المريض بدا يحس بالام ظهر وفي علامات اللي هي بدات حمى مثلا مع الام الظهر، او مثلا بدا احساس بفقدان التحكم بالمثانه والاشياء هذه، لا يتاخر، احنا سمعنا كم من قصص لا يتأخر المريض يروح مباشرة على طبيب عشان يتأكد أنه لا سمح الله ما في شيء يعني خطير ممكن واحد يتلافاه في البداية. هذه النصيحة. طيب أنا حابة أشكرك جزيل الشكر يا دكتور، أنت آخر ضيف معنا في آخر حلقة من برنامج اسأل طبيب، شكرا جزيلا لك يا دكتور. أنا
لكم الشرف باستضافتكم، شكرا جزيلا. شكرا لك وايضا لاطباء المهجر اللي كانوا معنا حلقه بحلقه تقريبا. ولكم اعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم. هذه الحلقه 34 والاخيره من البرنامج، وبالطبع فهي ليست اخر العهد بكم في المجال الصحي. ستظل القناه مهتمه على الدوام بالجانب الصحي. في الأسبوعين القادمين سنعيد عرض حلقتين عن الإسعافات الأولية، أتمنى أن تتابعوها وأنصحكم بشدة أن تتابعوها لأهميتها. نشكر رابطة أطباء المهجر فقد كانوا خير عون لنا على إنجاح هذا البرنامج، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم المساعدة والمعلومة الصحيحة في الوقت المناسب لقطاع كبير من المشاهدين. وبالطبع ستظل حلقات البرنامج موجودة على قائمة تشغيل اسأل طبيب في قناة بلقيس على اليوتيوب، كما أن بإمكان الأخوات والإخوة المشاهدين ممن لا يمكنهم زيارة طبيب لأي سبب من الأسباب مراسلة الأطباء المتطوعين عبر تطبيق طبيبي، وهو تطبيق يمني لأطباء يمنيين متطوعين يقدمون استشارات طبية مجانية طوال الوقت، يمكن الاستفادة منها ولكنها بالطبع لا تغني عن زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات المطلوبة حتى يتم التشخيص بشكل سليم. نستودعكم الله والسلام عليكم.